بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثل ما وعدناكم في الحلقة الماضية، فهذه الحلقة بإذن الله سنخصصها إلى كيفية تقسيم الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية، يعني بالنسبة للغاز، كيفية تقسيمها إلى أشطر، وكيفية حساب ثمن الفاتورة، يعني الحساب نتركه للحلقة القادمة. إذن إذا لاحظنا في الجدول الثاني، بعد ما لاحظنا في الحصة الماضية الجدول الخاص بالبيانات والاستهلاك، هنا نرى الفوترة، فاكتي راسيو الفوترة، يعني كيف هي موزعة، يعني القيمة التي وجدناها المستهلكة المتمثلة في 488 بالنسبة للكهرباء، 488 كيلو وات ساعي، الآن كيف تدفع ثمنه؟ تلاحظ بأن النظام القانوني المستعمل في شركة توزيع الكهرباء والغاز لديه سلم يقسم وفقه الطاقة الكهربائية المستهلكة. لاحظ بأن هذا 488 قام بتوزيعها إلى شطر أول فيه 125، شطر ثاني 125، شطر ثالث 238، الشطر الرابع فارغ. لماذا؟ لأن هنا ينبغي أن نعرف كل شطر من أين يبدأ إلى أين ينتهي، وهذا ما سنراه في الجدول اللاحق بعدما نشرح هذه الخطوات. إذن من خلال الفاتورة التي بين أيدينا سألنا سؤال، قال ما هو عدد أشطر حساب التحويل في الطاقة الكهربائية؟ تلاحظ بأن عدد الأشطر هو شطر أول، شطر ثاني، شطر ثالث، شطر رابع. ليس بالضرورة أن تكون كل الأشطر مملوءة، يعني هذا يرجع إلى قيمة الطاقة التي استهلكتها أو حولتها خلال الثلاثي. ربما قد يكون لديك فقط شطرين، يعني إذا كانت خلال 3 أشهر لم تتجاوز استهلاك 250، إذن فتكون مقسمة على شطرين، 125 للشطر الأول، 125 للشطر الثاني. لكن إذا تجاوزت 250 ما دون 1000 ستكون لديك 3 أشطر، يعني 125 للشطر الأول، 125 للشطر الثاني، والمتبقي في الشطر الثالث. إذا تجاوزت 1000 كيلو وات ساعي خلال هذا الثلاثي ستقسم إلى 4 أشطر، يبقى دائما الشطر الأول بقيمته القصوى 125، الشطر الثاني بقيمته القصوى 125، الشطر الثالث قيمته القصوى 750، وما تبقى يمر إلى الشطر الرابع سواء كان قليلا أو كثيرا. نفس الشيء يطبق على الغاز لكن بمعايير مختلفة نسبيا. إذا قال ما هو عدد أشطر حساب التحويل في الطاقة الكهربائية؟ قلنا هو 4 أشطر سواء في الكهرباء أو في الغاز. ما هو سعر الكيلووات ساعي في كل شطر؟ هنا تنتبه، تلاحظ بأن إذن قلنا عدد أشطر حساب التحويل في الطاقة الكهربائية هو 4 أشطر. إذن عدد أشطر حساب تحويل الطاقة الكهربائية هو 4 مثل ما ذكرنا، ثم يقول ما هو سعر الكيلو وات ساعي في كل شطر. إذن لنلاحظ أن الشطر الأول سعر الوحدة هو 1.7787، أي 1 دينار فاصل 7787. الشطر الثاني يختلف عنه، 4.1789. الشطر الثالث 4.8120. قلنا لاحظ بأن الشطر الرابع لا يوجد قيم لأن الاستهلاك لم يصل إلى الدخول في المرحلة الرابعة، سواء هنا يعني لهذا المستهلك سواء في الكهرباء أو في الغاز. إذن هنا نشير إلى أسعار الأشطر. إذن فالشطر الأول سعر الوحدة مثل ما ذكرنا هو 1.7787، الشطر الثاني هو 4.1789، الشطر الثالث هو 4.8120، والشطر الرابع هو
5.4496، يعني هنا غير موجودة في الفاتورة لكن أردنا أن نشير إليها. ثم في السؤال الموالي يقول لي: ماذا يمثل الفرق في سعر الكيلو وات ساعي من شطر لآخر؟ يعني لماذا يوجد هذا الفرق؟ يعني لماذا الشطر الأول تدفعه بتسعيرة 1.44 ثم يرتفع إلى 4.17 في الشطر الثاني، ثم يرتفع إلى 4.81 في الشطر الثالث، ثم يرتفع إلى 5.47 في الشطر الثالث؟ ما الغاية من ذلك؟ إذن لا شك أنك تتفهم بأنها وسيلة أو طريقة لترشيد الاستهلاك وعدم التبذير في استهلاك الطاقة الكهربائية، ونفس الشيء بالنسبة للغاز. إذن نمر إلى السؤال الذي بعده. قال: أذكر جميع الرسوم المضافة المدونة في الفاتورة. إذن لنلاحظ في الفاتورة ما هي الرسوم المدونة. إذن هذه قلنا القيم الخاصة باستهلاك الكهرباء واستهلاك الغاز، فما هي الرسوم الإضافية المدونة؟ لاحظ، نجد ضريبة القيمة المضافة تيفية. إذن فهناك ضريبة ينبغي على المواطن أو الزبون دفعها للشركة على استهلاكه للكهرباء وكذلك على استهلاكه للغاز. إذن فهذه هي الرسم الأول، بحيث ينقسم إلى بدوره إلى مرحلتين أو إلى شطرين. لدينا الشطر الأول والشطر الثاني، لاحظ جيدا، الشطر الأول والشطر الثاني تجمع قيمتهما المالية، يعني بعدما نقوم بعملية الضرب، يعني نضرب الطاقة المحولة في سعر الوحدة نجد الناتج، هذا الناتج لا يظهر هنا. نضرب كذلك الشطر الثاني في سعر الوحدة، هذا الناتج لا يظهر هنا. نجمع الناتجين معا تظهر هذه النتيجة الأولى، يعني هذا 744.70 هي نتيجة الجداء الأول زائد الجداء الثاني. الحاصل هذا تطبق عليه ضريبة قدرها 9%، بمعنى هذا 744 في 10 نضربها في 9 نقسم على 100 يكون هذا هو الناتج، يصبح لدينا هذه هي الضريبة التي ندفعها على الجزء الأول. الآن الشطر الثالث والرابع نفس الشيء، يجمعان مع بعض بعد الجداء، يعني هنا الرابع غير موجود. إذن وبالتالي نضرب الطاقة المحولة في سعر الوحدة نجد هذا هو الحاصل، يعني عندما نضرب 238 في 4.81 نجد 1145.26. هذا 1145 هي حق مستحق للشركة على الكهرباء الذي استهلكته، تطبق عليك ضريبة قدرها 19%، بمعنى هذا المبلغ نضربه في 19 نقسم على 100 تخرج لنا هذه هي النتيجة الخاصة بالضريبة. إذن هذه ضريبة أولى على استهلاك الشطر الأول والثاني، وهذه ضريبة ثانية على استهلاك الشطر الثالث. إذن حينما تجمع هذا المقدار 744 مع قيمة الضريبة تجد هذا الناتج، نفس الشيء بالنسبة للسطر الثاني. إذن هذا سنتكلم عنه في حلقة خاصة. الرسوم الأخرى لدينا بريم فيكس، حقوق ثابتة. إذن هذا الحق الثابت هو مسجل هنا. إذن هذه ضريبة أخرى 157.32 دينار، وهذا الحق أيضا عليه ضريبة قيمة مضافة قدرها 9%، هذا هو الناتج، يعني نجمع هذا الناتج مع هذا الناتج يعطينا هذا الناتج الموجود في العمود الأخير. إذن في هذا السطر يعطي لنا الكهرباء الذي استهلكته خلال الثلاثي، يذكرنا به 488 في فاتورتنا. إذن فها هو المبلغ الإجمالي بدون رسوم، ها هي القيمة الإجمالية للرسوم، ها هو المبلغ برسومه، هذا بالنسبة للكهرباء. ثم نجد نفس الشيء على الغاز، نفس الطريقة. إذن ضربنا الشطر الأول في سعر الوحدة، ضربنا الشطر الثاني في سعر الوحدة، المجموع هذا هو مجموع الناتجين، تطبق عليه ضريبة قدرها 9%، هذا هو حاصلها، يجمع المقداران، هذا هو حاصل المجموع. ثم الشطر الثالث والرابع إن وجد الرابع كذلك يحسب، وها هي نتيجته، ثم تطبق عليه ضريبة قدرها 19%، يعني الناتج نضربه في 19 نقسم على 100 نجد قيمة الضريبة، نجمع الضريبة مع هذا المقدار نتحصل على هذا الناتج.
ثم كذلك يطبق عليك حق ثابت بريم في إكس، حق ثابت على الغاز، وله ضريبة، ها هو قيمته، وضريبته 9%، هذا مقدارها، نجمع المقدارين نحصل على هذا المقدار. في الأخير يعطيك كذلك في السطر هذا قيمة الغاز المستهلك خلال الثلاثي، ومقدار النقود التي تدفعها بدون رسوم، يعني المجاميع هذه، هذا هو ناتجها، وهنا مجموع الرسوم، وهنا المجموع الإجمالي لما يستحق على الغاز. ولدينا رسمين آخرين، دروا فيكس يعني حق ثابت، ها هو 100 دينار ليس له ضريبة، ثم تاكس أبيتاسيون يعني حق السكن، يعني ولا أو تسعيرة على السكن، كذلك ها هي قيمتها وليست عليها ضريبة، يعني يجمعان مباشرة هنا، ثم هنا يخرج لنا المجموع الإجمالي للفاتورة الذي يجب دفعه. إذا هذه نذكر بالرسوم، قلنا لدينا ضريبة القيمة المضافة تيفيا على استغلال الكهرباء على مرحلتين، 9% على الشطر الأول والثاني، و 19% على الشطر الثالث والرابع إن وجد الرابع، و حق ثابت على استهلاك الكهرباء مثل ما ذكرنا، ثم مضافا إليه ضريبة قيمتها 9%، ثم نفس الشيء بالنسبة للغاز، ضريبة القيمة المضافة تبي على استغلال الغاز 9% و 19%، نفس الشيء 9% على الشطر الأول والثاني، و 19% على الشطر الثالث والرابع، أو الشطر الثالث إن وجد الثالث فقط. ثم حق ثابت على استهلاك الغاز مضافا إليه ضريبة قيمتها 9%، أيضا لدينا قلنا حق ثابت الذي ذكرناه، وحق على السكن أو رسم على السكن. إذن هذا بالنسبة للرسوم التي وردت في هذه الفاتورة، وهي تتكرر دائما في كل الفواتير التي تأتيك، فقط تبقى قيمها قد تتغير من حال لحال. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الحلقة الموالية بإذن الله سنخصص الحديث عن الأشطر وتسعيراتها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.